أغلبية الناس بقت تلم زبالة وتبيعها، الناس كلها حالة تعبانة. بيتعاملوا معايا إن هما عايزين مني فلوس وخلاص. 3000 جنيه في الشهر هيكفونا، هيكفوا بيت وأسرة وعيلة. اسمي نسرين منورة، أنا بشتري خردة وكراتين وكنز وكده. أنا بقالي سنة فاتحة، بس أنا كنت شغالة مع والدتي بقالي 5 سنين. اليوم ببتدي عادي، بنزل الصبح بشتغل، أفتح المحل، ناس بتيجي تبيع بشتري منها بس، وببيع وبتعامل مع تجار ومع ناس. اللي خلاني أشتغل الشغلانة دي أغلبية الناس بقت تلم زبالة وتبيعها، الناس كلها حالة تعبانة. 99% من الناس بيلموا زبالة ويبيعوها، وال10% الناس اللي هي البخيلة قوي اللي بيحبوش يرموا الحاجة دي بينزلوا يبيعوها. أنا بقالي كتير في المهنة، فبعرف أتعامل مع الناس كويس، يعني بتعامل معاهم زي الرجال. الناس بتستغرب طبعا، بس بيتعاملوا معايا كأني معلمة عادي. هنا أصلا أغلبية الناس بترخم وكده، بس أنا بصد طبعا وبعرف أقف كل واحدة عند حد. بعدين بيتعاملوا معايا أكن معلمة منورة مش واحدة وخلاص. هي بتكسب بس يعني مع الوقت، المصنع عايز كميات، لكن انا شغلي لسه محدود شويه، لسه ما جبتش المصنع. يعني هو مجال كويس وكل حاجه، بس هو متعب، متعب جدا، بيهد الحيل. انا وجوزي متجوزين عن حب، تمام؟ فعادي انا لازم واحنا واقفين جنب بعض في الاول عقبال ما نعمل نفسنا، بعد كده هو يمسك الشغل عادي، بساعده واقف جنبه. فهو حاجه ما تزعلوش ان انا واقفه جنبه، هو شغال معايا عشان بتكسب. انا ذات نفسي بنزل من 7 الصبح بشتغل، بطلع الساعه 2 بالليل، وجوزي بيكمل باقي اليوم. وانا ما بشجعش ان البنات تشتغل، بس مش وحش انك تساعدي جوزك او خطيبك او تساعدي امك وابوكي لو في ايدك ان انت تساعديهم، او تساعدي نفسك. اهلي جوزي بيتعاملوا معايا عادي عشان انا بكبر جوزي، وبكبره قوي كمان. يعني هو كان شغال في شركة فودافون، موظف في شركة فودافون، كان بيقبض كام في الشهر؟ 3000 جنيه، 3000 جنيه في الشهر هيكفونا، هيكفوا بيت وأسرة وعيلة. فأنا وقفت جنبه يعني، وفتحنا المحل وهو واقف معايا وكده، فأنا بكبره، فدي حاجة ما تزعلوش، بخليه معلم. لكن أنا نفسي أشتغل محامية، نفسي أبقى محامية، عشان تعرضنا لكذا حاجة كان نفسي أبقى محامية فيها، أدافع عنهم.